استضافة السعودية الكأس السوبر الإسباني. أبرز حدث في 2019 هو فوز الهلال بالعالمية والآسيوية ما عاد بقى شيء، والمحلية نقولهم عالمية 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 عالمية. أفضل حدث في 2019 بالنسبة للسعودية أن لفتنا أنظار العالم لهذا الوطن باستضافة السوبر الإيطالي والسوبر الأسباني. في حدث صار قبل أسبوعين في استاد الملك فيصل حق باركور، كانت جوائز تقريبا عالية وحضرت أنا وكان ممتع. استضافة السعودية للفورمولا 1 اللي في الدرية. فوز الهلال بالعالم. أعتقد أنه كأس العالم للأندية، الهلال قدم فيه ماتشات كويسة والنهائي كان ماتش محترم قوي ما بين فريقين كباري. طبعا استضافة السعودية حدث مباراة ملاكمة الأضخم اللي هو مباراة ثار بين أندي وأنطوني بحضور ولي عهد محمد سلمان. بالنسبة لأبرز حدث الرياضي لهذه السنة إقامة كأس ولي العهد للخيل المستوردة والإنتاج. استضافة المملكة العربية السعودية في عام 2019 السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني وأيضا كأس الفورمولا 1. وصول الهلال العالمية. ورجاء الملك عبد العزيز بن الصقور. أبرز حدث رياضي باعتقادي هو كأس ولي العهد في الرياض سباق الخيل. بالنسبة لاستضافة كأس السوبر الإيطالي اللي حصل، وأشوف أنها مباراة كانت يعني مفصلية بالنسبة للمباريات اللي قد صارت، وخصوصا اليوفي إن ما كنا متوقعين إنه بينهزم، فكنا متفائلين فيه، وخصوصا الحدث اللي هو أساميهم بالعربي وهذه كانت حاجة جديدة. النصر متصدر الدوري. وصول الهلال العالمية. وكأس العالم للأندية لمشي ليفربول وخلاص. أبرز حدث رياضي أنا أتوقع إن فوز الهلال بالآسيا بدون منازع.